لو كنت تستخدم بريد الجيميل فأنا أنصحك أنك تفعل خيار التحقق الثنائي بأنك تدخل على صفحة جوجل وبعدين تضغط على صورة الحساب وتختار My Account أو حسابي. بعدها تختار Signing in to Google أو الدخول إلى جوجل وتختار بعدها التحقق الثنائي أو Two Step Verification. راح يطلب منك الرقم السري، تدخل رقمك السري وتضغط على Sign in. فالآن تفعل خيار التحقق الثنائي من هنا وتدخل رقم جوالك، وبكذا في كل مرة تدخل على حسابك من جهاز جديد راح يطلب منك أنك تدخل الرقم اللي راح يوصلك على جوالك مثل ما هو موجود في البنوك. ولو حبيتوا أنه أشرح كيفية تفعيل التحقق الثنائي لحسابات مثل الأوتلوك أو تويتر أو سناب شات أو آي كلاود، ياريت تكتبوا لي في خانة التعليقات أو على حسابي في سناب شات وراح أشرحها إن شاء الله في المستقبل. يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم.